هو تحديد النظام السابق والاسبق في مصر عن وصول مثل هذه الجماعات وتواجدها طبعا داخل يعني المجتمع المصري. ألم تكن تلك الجماعات موجودة وتمارس السياسة ويعلم هذا النظام ما تمارسه من تحتيات حتى ويتركها موجودة على السطح كبديل له؟ هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ هو انا اتفق معاك يا اشرف في جزء كبير من التحليل اللي حضرتك بتقوله ان بالفعل النظام، وهنضرب مثال تطبيقي للنظام الاسبق النظام مبارك. هذا النظام كان يوظف جماعه الاخوان المسلمين عباره عن فزاعه للقوى المدنيه المعتدله في الداخل والقوى الخارج، ان هذه هي البديل. فكان هناك توظيف او اشبه بصفقه غير مكتوبه بين الاخوان وبين النظام الاسبق نظام مبارك بان هذا هم البدائل، وهذا ما اشار له مبارك في انه اول اخوان لقد بديل. وهذا ولذلك كان من اجل تعزيز واستمرارهم في الحكم او تويس الحكم لابنائهم فيما بعد، وزي ما حدث في النظام السوري مع بشار الاسد. لكن الحقيقه هي دي بقى المسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه السياسيه التي تتحملها الانظمه السابقه ما قبل ثورات عن وجود مثل هذه الجماعات وإفساح المجال لها للتمكن بالمجتمع. دعنا نتفق أن النظام الحزب الوطني أو النظام الأسبق نظام مبارك كان يتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في مجالات الاجتماع ومجالات الاقتصاد، والدليل على ذلك حجم الثورات والشركات والمدارس والاقتصاد والسياسة أيضا. هنتقل للسياسة بس خلينا في الاقتصاد، يعني حجم الثورات والاقتصاديات والمدارس والأموال التي اكتشفناها ملك لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين ليست وليدة عام ما بعد ثورة 25 يناير، وإنما تم تراكمها وحصدها خلال سنوات مبارك، وهذا بيعكس مدى المساحة الممسوحة لهم. ثم انتقلت هذه السلطة الاقتصادية أو القوة الاقتصادية التي تملكتها أو تضخمتها الجماعة الإخوان المسلمين لفرضها على المجال السياسي، وبالتالي ظهر ذلك في مجموعة 17 من 2000 ل 2000 من 95 ل 2000 ل 2000 في قبة تحت قبة البرلمان، ثم مجموعة 88 من 2000 ل 2005، وفي ظلها حدث نوع من التعديل الدستور مدى 76 التي هي مادة تكريس للتوريث. وعلى الرغم من ذلك ماذا فعلته جماعة الإخوان المسلمين عندما جاءت بالمادة 76 وعندما جاءت بالتعديلات 74؟ نعم يعني انا اسف، هي من 2000 ل 2005 17 ومن 2005 2010 88. طيب يعني المعلومة. انا تطرقت تحديدا لهذه النقطه لان هناك نغمه سائده الان تحديدا في الاعلام لالقاء كل اللوم على ثوره 25 من يناير انها قامت ضد نظام بالفعل هو كان نظاما قائما وسليما وخربت الثوره كل شيء، والان تحاول ان تهدم نظام الدوله، ولكن الدوله ما قبل 25 يناير هي التي ساعدت تلك الجماعات أو على الأقل سكتت على وجود تلك الجماعات. ألا يجب أن تسن قوانين لمنع تكرار مثل هذه يعني اعتباره عملا إرهابيا أن تساعد على هذه الجماعات على النشاط وعلى التحرك في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية كما ذكرت؟ لا هي مش قضية يعني دعنا مش كل مشكلة تكون تلك النقطة فلسفية إلى حد ما، ولكن أنا أريد أن نبدأ على كما يقول المثل المصري على نظافة. لا خلينا بس نقول حاجتين، الحاجة الأولى إن مش كل أزمة أنا بواجهها أستطيع، خاصة إذا كانت أزمة مجتمعية أو ثقافية أو فكرية، إن أنا أستطيع أن أواجهها بإصدار قانون، ولكنها تحتاج تغير في العقلية وثقافة المجتمع نفسه، ده واحد. اتنين وده نقطة برضو يعني مهمة فيما يتعلق بما مرت به مصر خلال من منذ انتخاب محمد مرسي حتى ثورة 30 من يونيو. السنة دي أنا بعتبرها هي السنة المرحلة الانتقالية الصحيحة التي أفاق بها الشعب المصري على حقيقة التواطؤ اللي كان موجودة بين الإخوان وبين النظام الأسبق. نعم. فهي كانت مرحلة سنة مهمة يعني جدا كاشفة، وليس أدل على ذلك أن يعني في الفترة الانتقالية ما بعد ثورة 25 من يناير من الذي سمح بإقامة أحزاب على أساس ديني وإدراجها في الحياة السياسية لينطلق منها برلمانيون وينطلق منها أيضا رئيس الجمهورية؟ في فرق بين من سمح وفي فرق بين من أجبر على ذلك في ظل واقع مجتمعي، يعني المجتمع خلينا نتكلم أكثر صراحة، المجتمع لم يكن يتقبل ما يوجه للإخوان المسلمين الآن، لأن الصورة اللي كانت عند الإخوان المسلمين لدى المجتمع صورة ملائكية،
لكن هذا على عكس حقيقة الواقع أو حقيقة الجماعة نفسها وحقيقة فك الجماعة. ولذلك كانت هذا العام أو كان هذا العام عام حكم محمد مرسي حكم أو عام كاشف لطبيعة الجماعة وطبيعة فلسفتها، وده كان يجب أن يعني إيه يطلع عليه الشعب المصري حتى لا يظل مخدوعا في جماعة تتسطى باسم الدين. ودل على ذلك ارجع حضرتك، يعني مش صدفة اللي هم بيقولوه ان الاعلام ومش الاعلام كده، ده مش صحيح، لكن هي ممارستهم هي التي نمت وكشفت عن حقيقة توجهاتهم وبواطن امورهم واطماعهم في الدولة المصرية او اطماعهم في استاذية العالم زي ما بيقولوا. طيب دكتور احمد، ونحن نتحدث عن الملف الامني وهو غير منفصل عن الملف الرئاسي والانتخابات الرئاسية، وقد وصلنا الى نقطة ننتظر من خلالها بدء مرحلة إعلان قانون الانتخابات الرئاسية والانطلاق في هذه الانتخابات. هل أنت من أنصار، يعني ولو أن هذا السؤال قد قتل بحثا، أن يظل القانون بلا تحصين أو تظل اللجنة العليا للانتخابات قراراتها قابلة للطعن، أما أنك من أنصار أن يترك الأمر كله للقانون حتى إذا تعطلت شيئا ما المرحلة الانتخابية؟ طبعا هبدأ الإجابة من الآخر. الكلام اللي بيتقال ان تحصين الجماعة ان تحصين اللجنة من قواتها من الطعن عليها هيؤدي لاهتزاز شرعية رئيس الجمهورية القادم، هذا غير صحيح. طالما انت وافقت على تحصين القرارات اللجنة وبالتالي اوقفت قضية الطعن على احكام على قواتها، وبالتالي لا هناك تهديد لمنصب رئيس الجمهورية اذا ما تم تحصين اللجنة، لأنك أنت لا تستطيع بالدفع بالقانون قدام المحكمة الدستورية العليا إن ده قانون غير دستوري، لأنك أنت عشان تروح الكلام ده لابد أنك تروح محكمة قضاء إداري وهو محصن. دي نقطة مهمة جدا لا علاقة بالتحصين بتهديد منصب رئيس الجمهورية في المرحلة القادمة. ثم دعنا نتفق على مدى قبول التحصين من عدمه. القضية في الشق القانوني البحت نحن ضد التحصين. نعم. لكن هل ذلك أمر يتفق مع الواقع السياسي والملائمة الموجودة في الواقع الحالي والتقديرات التي أدرها رئيس الجمهورية المطلع على حجم من المعلومات بما يرفعه إلى تقدير روح النص أم نص المادة أم روح المادة؟ وهذه هي المفصلية في عندنا. إذا اتفقنا أو إذا احتكمنا للنص الوارد في دستور 2014 أصبح التحصين يتعارض مع نص المادة 97. نعم. إذا وهذا أمر ليس بجديد. نعم. على القضاء الإداري نفسه، لأن القضاء الإداري وأنا عايز أطلع لحاجة كده صغيرة وأخش بيها تاني، إن مش معنى وجود نص في الدستور إنه أصبح ملزم للمحكمة إن هي تطبقه. دليل على ذلك إن القضاء الإداري سنة 75 ما سمحش على ما أعتقد أنا للبهرة أو للبهرة إن هم يمارسوا شعائر الدينية، وما كانش النص ده موجود في 71، ولكن استند لما موجود في 23. فأنا لو رجعت وقلت التحصين، يعني هل يمكن أن يستند من عند عرف دستوري وفي نص؟ بس العرف مطبق بعد النص، بس الكورس اللي احنا عايزين نتكلم فيه سيدخل بنا في متاهات ايه؟ متاهات السياسه. يبقى نفصل بين الشق القانوني في قضيه التحصين ثم الشق السياسي في قضيه التحصين ومدى موائمه التحصين للواقع السياسي الراهن. فلو احنا احتكمنا، ولكن يعني قانون وليس دولة تطبق الموائمات حسب ال، لا حضرتك برضو احنا في لابد رئيس الدولة بما يتوافق عليه من معلومات. نعم. وخاصة ان هو استطلع رأي المحكمة الدستورية العليا في النقطة دي، واذا كانت هي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا وما يثاب انها ليست بأهل الاختصاص او لكن هم قامات قانونية لابد من احترامهم، خاصة ان رئيس الدولة نفسه من المحكمة الدستورية، قامة قانونية من المحكمة الدستورية. نعم. نعم. وبالتالي اعتقد ان هنا تم تغليب روح المادة او مفهوم الماده على نصها الجامد. طب من وجهة القانونية في مصر، من وجهه نظرك ان يعني الاجتماع الذي عقد مع الاحزاب، ولكن تداركنا الوقت تحديدا، يعني اريد في عجاله الاجتماع الذي عقد مع الاحزاب السياسيه المصريه اول من امس، هل هذا لاقناعها بعدم الوقوف في طريق
هذا القانون والطعن عليه بشكل ما؟ فأنتم أنا لا أستطيع الطعن إذا ما تم التحصين، لا أستطيع الطعن إذا ما تم التحصين. تم تحصين اللجنة، قرارات اللجنة. لا، الطعن سيكون على القانون، على القانون نفسه. نعم. إن هو عدم دستوري، لكن نعم، على قراراتها مش هيبقى فيه النقطة دي. لن يتم، ولكن الطعن على القانون نفسه أنه غير الدستوري. بالنسبة للمادة 97. نعم. على ما هل هذا مردود عليه قضائيا؟ يمكن أن يرفض هذا؟ المحكمة السورية ترفض الكلام ده. المحكمة السورية ترفض الطعن بدون أن يتم التشكيك في قراراتها أنها مسيسة؟ يعني هل يمكن أن يعني خلينا نتفق في حاجتين يا جماعة، يعني القضاء الإداري في جزء منه والقضاء الدستوري يبد أن يغلب، يعمل نوع من المزج أو المكس ما بين القانوني والسياسي. أنا مش قدام القضاء الجنائي هو اللي بد أن يطبق نص القانون، عفوا إن كان في بعض الحالات بيلجأ لروح النص وليس النص. نعم. جامد. وبالتالي لكن احنا في المحكمة الدستورية أو القضاء الدستوري والقضاء الإداري في جانب كثير، لأن القضاء الإداري عندنا قضاء منشئ، يعني نعم، الكلام ده نتفق نعم عليه إنه قضاء منشئ، وبالتالي في كثير من الحالات يتخذ فيها الاعتبارات السياسية. وأعتقد أن ما حدث في لقاء رئيس الجمهورية مع قيادات الأحزاب اللي أقنعهم بما يتعرض أو عرض عليهم المعلومات السياسية التي استوجبت أن يتم تحصين اللجنة واقتناعهم بذلك يبرر لماذا تم قبول التحصين على أساس أن هناك اعتبارات سياسية لابد للمشرع أن يأخذها في الاعتبار، خاصة الظرف الراهن التي تمر به مصر. وبالفعل احنا محتاجين نكمل استحقاقات خريطة الطريق. الدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة التي ناقشنا من خلالها أهم المستجدات على الساحة السياسية المصرية، وأولها موافقة مجلس الوزراء على قانون أو مشروع قرار بقانون للأحكام الإجرائية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أيضا فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، كنتم معنا في هذه الحلقة، غدا حلقة جديدة، موضوع جديد، فريق عمل جديد، كونوا دائما مع قناة نيوز.